متتبعي قناة الفاسبرس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة اللي غادي نناقشوا فيها كيفاش خصنا نستثمروا النجاح تاع المنتخب الوطني في البلوغ ديالو الى نصف نهائي كأس العالم بقطر. صحيح ان وصلنا وحققنا واحد الانجاز اللي هو سابقة على المستوى العربي والمستوى القاري، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو كيفاش خصنا نستثمروا هذا النجاح. ما يبقاش واحد اللحظة عابرة، خاص يولي ديما عندنا عادة اننا نلعبوا ادوار طلائعية سواء على مستوى كأس العالم او ايضا على مستوى كأس افريقيا. من اجل شهد القضيه ديالنا نستضيفوا السي خليل البخاري، كاتب عام جمعيه احمر اخضر الرياضيه. السي خليل مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. السي خليل، المنتخب المغربي وصل الى نصف نهايه كاس العالم في سابقه على المستوى العربي والافريقي. السؤال الذي يطرح دابا حاليا هو كيفاش خصنا نستثمروا هذا النجاح باش ما نبقاش عندنا واحد هذه غير محطه عابره، ولكن دائما تولي دائما اننا نوصلوا الى المراتب هذه سواء على مستوى كره القدم او على صعيد جميع الرياضات الاخرى. في البدايه كنبغي نشكر بعدا طاقم انفاس بريس اللي كيواكب جميع المستجدات في اي ميدان. نبغي في الاول نتقدموا بالشكر بعدا لجميع المكونات ديال الفريق الوطني، بدءا باللاعبين والجامعه والطاقم الطبي والطاقم التدريبي على هذا الانجاز البطولي اللي كتعتبر سابقه في التاريخ، ماشي غير التاريخ الوطني، حتى التاريخ ديال تاريخ الرياضه العربيه باش توصل للمربع الذهبي ماشي سهل. جوابا على السؤال ديالك السي احمد بالمتعلق بكيفيه الاستثمار، هذه فرصه مواتيه لا تعوض، لان ملي كتوصل للمربع الذهبي في الوقت اللي الاغلبيه ديال المنابر والمهتمين والمحللين كانوا كيعتبروا بان الحضور المغربي غيقتصر على الدور الاول بحكم ان احسن دور لان جينا مع فرق اللي هي كما قالوا مجموعه الموت، كرواتيا وكندا وبلجيكا هذه كلها فرق كانت مصنفه وكتحتل الصداره في سميتو في المجال الكروي على الصعيد العالمي. كيفيه الاستثمار؟ كنشوف انا اول استثمار خص يكون في الجانب الرياضي، خصنا ناخذوا العبره من وليد الركراكي اللي بكل صدق ما عرفش انا كيفاش غنوصفها، انه مدرب خدينا مدرب اجنبي غرق الميزانيه بواحد تكلفه ماليه كثيره، وجات الاقتراب للمونديال ومشى في سفريه خارج الوطن، وخدينا وليد الركراكي في ظروف بعد بطبيعه الحال الاحتجاج ديال 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 المغاربه كاملين بكل اطياف دم كيحتجوا على ان هذا المدرب ما عطى والو بحكم انه في كل لقاء كيجيب حتى بلغ العدد ديال كثر تجاوز العدد ديال اللاعبين اللي كيجيبهم هو 60 لاعب وزياده، وفي اي مباراه كنلقاو تشكيله مغايره، ها الشعير ها لوزا ها كذا كذا، ما بقيناش عارفين حتى باستثناء واحد ولا جوج هما اللي قارين رومانسيس وشي واحد اخر. فطرنا بالامر ومع العد العكسي ديال المونديال قطر 2022 الناس استجبوا للراي العام الوطني والمنابر الاعلاميه، وتم بطبيعه الحال ادراج الاسم ديال وليد الركراكي. وليد الركراكي جا دابا للمنتخب ووصلنا للدومي فينال، ولكن كيفاش غنبقاو خصنا نبقاو تنحققوا النتائج الايجابيه وما تكونش غير واحد اللحظه اللي هي عابره كما كانت لحظه 86 كما كانت لحظه 98 كما كانت لحظه 2004. هي اللي قلناها دابا الاستثمار خص يكون اولا في الملاعب في الفرق الوطنيه. كيفاش؟ عن عبر اش؟ عبر اختيار كفاءات اللي بهذا الصنف ديال الركراكي. الركراكي راه كنعرفوا بانه عنده واحد الخبره في التكوين وكيركز بزاف على العامل النفسي. ولاحظنا المصطلحات اللي ظهرت ديال النيه والوالدين وكذا وكذا، هذه مصطلحات لعب عليها الركراكي، لعب على العامل النفسي ودخل في وسط من الروح القتاليه داخل. خاص مدرب ما يبقاش مدرب منعزل بحال الطريقه اللي كان كيدير وحيد، حتى عندنا دابا مدربين اللي كيخلي واحد في جوا بينهم وبين اللاعبين، بالعكس المدرب راه عنصر داخل في المنظومه الرياضيه، لاحظت كيفاش كيتعامل معاهم داخله وهنا ويلعب حداهم في التوش وكذا وكذا وكذا، ولا بحال يعني هادشي كله عنده علاقه حيت العامل النفسي السي احمد كيلعب واحد الدور كبير، عنده تعاقب العقليه تغيير ضروري خصك تغير العقليه. نعطيك مثال السي احمد بالنسبه لزياش والمزراوي كان قصاهم وحيد، احنا باقي الان ما كنجرو الاسباب كيقول ربما ما كيمشيش في التوجه ديالو او احنا شفنا جات واخا هو ان زياش اصر على انه ما يبقاش يرجع لانه الكرامه ديالو تمسفه له ولا المزراوي ولاعبين اخرين، كاين شي لاعبين كيجيبهم وما كيدخلوش يلعبوا وكاين واحد الجو بينه وبين اللاعبين. جا الركراكي عرف كيفاش يخلق لنا واحد التشكيله مغاده مصوبه
دار العامل الدعم النفسي وهذا الشيء خص يطبق حتى الفرق الوطنيه. مع الاسف خص دار الثقه تعاود الثقه عاوتاني في الفريق الوطني. دابا الا دار البعض يقول خص ضروري الانكباب على التكوين تاع الشباب، يعني ما بقاش الفرق المغربيه سواء الرجاء سواء الوداد ولا الجيش ولا نادي تبركان تعتمد فقط على الفرق الفريق الاول، ولكن خص يكون التكوين، خص القضيه تاع التكوين يتم الاهتمام بها بشكل كبير. الجامعه كدير يديها، كاين بعض الفروق مع الاسف التي تمثل استثناء، وهنا كنستحضر الاسم ديال الجيش الملكي والفتح الرياضي ونقي نضيفوا تاليهم فروق ديال الدار البيضاء ولا بركان، ما تبقى راه ما كاينش اهتمام. راه المشتل الا بغينا نكونوا النخب ونكونوا لعابه في المستوى راه خصنا نمشيو لابيبينيير، راه هو مراكز التكوين. ما يمكنش فرقه عندها واحد الباع وعندها واحد مشوار وتجيب لعابه كتجيبهم من فرق اخرى وكتمشي هذوك اللعابه اللي عندها كتقسم او كتعطيهم بريتي لشي فرقه ديال الهوات او شي من هذا القبيل. خاص اللعاب يدار ليه فيش ويتبع، يتبع من المدرسه. حنا كاع نبداو حنا من المدرسه كما قلنا قبيله في الكواليس، باقي تنعقل على اللايسيس جميع اللعابه المدرسه الرياضيه استثمار 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 وهذا الشيء. دابا ولا سميت المغرب غيبدا الفرق دابا اللعابه ديالنا كيسوا الثمن. انا يقول لك اسيدي امتى المغرب تعرفنا سياحا وتعرفنا رياضيا نجيبوا سيدي حنايا هاد 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 اللايسيس نعاود نحيوا الروح فيها. دابا راه كاين وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، هذا كيعني بانه كاين واحد التلاحم، كاين واحد التوجه، كاين توجه راه باين ملي كتعطي. ولو ان المسؤوليه راه فوق طاقه شكيب بن موسى، راه خاص يكون تبارك الله شحال من مؤسسه تعليميه. نبداو حنا من المدرسه الابتدائيه دابا في البروغرام ديالها كاين الرياضه ولكن ما كتمارش كلام، تيلعبوا الاحذيه الاستاذ ما مكونش كيلعب كيجري مع التلاميذ بالبليدله ديالو اللي كيقري بها. خاص التفكير وتخصيص واحد ميزانيه محترمه وتكوين اساتذه مختصين في التمارين الرياضيه، لا علاقه له بالقسم، القسم راه كيؤدي مهمته ولكن الاستاذ متخصص في التربيه البدنيه كما هو الشان في الاعدادي والثانوي، ويكون منقبين هذاك الاستاذ حتى هو يكون عنده واحد الدفتر كيسجل فيه بحال اللي شفنا مع عز الدين اوناحي. راه خلال المونديال راه مرات وسائل الاعلام البطاقه ديالو المدرسيه، هذاك المدير ما عاد منقلب على هذيك البطاقه المدرسيه مسجل فيها الفوق الجمعيه الرياضيه المدرسيه في مدرسه لاله حسنه، هو من ابناء حي لاله مريم. نعم. ومنين جبنا هذا الدري هذا وزيد عليه الناصر النصيري، زيد عليه هذاك منديل وزيد عليه كاين اسماء كثيره اللي خاص تعطاها واحد الاهميه. كاين تبارك الله اللعابه الا درتي طلا غير في المدرسه الابتدائيه راه كيبان لك التلام ديال السادس. وكان حتى في المغرب واحد السنوات الماضيه كان هذوك المنقبين على هما با سالم ومرحوم وكذا، منقبين خصها تعطيهم حتى واحد الاهميه ديالهم، حيت المنقب شنو هو الدور ديالو؟ كيمشي للملاعب القرب وعنده واحد الشوفه ثاقبه رياضيه ماشي شوفت اي واحد، كيبان ليه الدري كيفاش كيراوغ وكيفاش كيشوف وكيفاش كيمد الكره وكيفاش كيضرب اليسرى وكيفاش يضرب. ونقدروا نستغلوا حتى النجاح تاع المنتخب المغربي حتى في الترويج للسياحه على المستوى هو اللي غنتكلموا عليه. دابا خصنا نستثمروا هذا الشيء بعدا اولا في الرياضه المدرسيه، باعتبار ان الرياضه المدرسيه كنعاود نكرر هي مشتل لتكوين نخب، اكونديسيون نوفروا نخب نوفروا كفاءات المختصه في الميدان، خليو الاستاذ اللي مهمه ديالو في القسم ونعطوا الناس اللي هما متخصصين في سميتو في ممارسه التربيه البدنيه. ولكن مع توفير لوجيستيك راه لا يعقل انه غادي نجيبوا نكونوا واحد البطل في شي فرقه معينه والفيستير ما كاينش والمرافق الصحيه ما كايناش. دابا الا طلعتي لاي ثانويه كتلقى التلاميذ كيبدلوا ولا البنات كيبدلوا حويجاتهم في فضاء خارجي، معنى انه ما كاينش واحد العنايه مع الاسف. وهذاك المنقب الدور ديالو غادي تاع الرياضه تكون وسط المواد تماما، وهذاك المنقب السي احمد المنقب خصو يكون يدير بحال يكون في واحد العلاقه تفاعليه مع المدرب استاذ التربيه البدنيه. راه حدا سميتو يعيطوا على الانديه مثلا الرجاء الوداد كذا كذا كذا، يجيو يشوفوا التلامذ اللي هما بحال الدور اللي كدير فيه دابا الاكاديميه رياضه وتعليم. نعم. بالنسبه للسياحه انا قريت في واحد القصص صحفي اعلاميه كتقول على انه في خلال المونديال اكثر من 13 مليون تردات فيه كلمه المغرب. عاد زيد تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وكذا وكذا، معنى انه خاص نستمروا لانه دزنا من الدور الاول دزنا الكارت فينال دومي فينال، معنى ان اسم المغرب اصبح يجتاح جميع القارات دون استثناء. ولا كل شيء كيعرف بان المغرب راه فريق اللي وصل للمربع الذهبي
يعني صورة المغرب وسمية المغرب ولات معروفة بزاف، هي معروفة وزاد تعرفات. نزيد نزيد نكمل على أن أنا الرياضة بكل صدق تمكنات من التقريب بين إدخال الفرحة والسرور في الوقت اللي عجزات فيه السياسة، ما تمكنش في الرياضة. تبارك الله عليهم الأبناء ديالنا شرفونا، وراه شتي التصريح ديال واحد السيدة في إيطاليا أنا ما عرفتش، قالت لي مودي كنا ما عندنا حتى شي قيمة مهمشين، وهاد الابطال هادو خلاو الناس اللي خدامين معاهم يعطونا واحد القيمه اللي ما كانش متميزه. المغرب وصل، المغرب وصل، المغرب ولا كيتذكر في امريكا اللاتينيه ولا، والسياحه خصنا نستغلوا في هذا الاطار هادي، بحكم ان المغرب كلمه المغرب ولات كدول. وهنا نجي الدور ديال وزاره السياحه، دير اعلانات، دير واحد مجموعه ديال الحوايج، بان المغرب راه بلد كيتحل احتل الصداره على المستوى الرياضه، وكيحتل الصداره على المستوى التراث المادي ولا مادي وكذا وكذا. يجب البرمجه ديالو ضمن الرحلات اللي غادي تجي اما من امريكا اللاتينيه او الشرق الاوسط وكذا. اذا الاستثمار ديال هذا الانجاز البطولي اللي حقه المغرب طبيعي الحال، واللي توج باستقبال الملك لهذ الابطال هذو بالامهات. هنا عاودين غادي نقول بان الاستثمار على المستوى الاخلاقي القيمي، لان ملي كتشوف استقبال هادشي ما عشناش في دورات سابقه باش تستقبل الام، معنى انه يجب اعطاء الاولويه للاسره. الام او الاب، يعني كنقول الام راه او الاب، ما يمكنش يحضروا كلشي. الام راه مدرسه كما قال الشاعر، اذا اعددت اعددت مدرسه، اذا اعددت اعددت شعبا طيب الاخلاق. هنا كتبان بان هذا حضور الامهات في القصر الملكي وتوشيح ابنائهم بهذه الاوسمه هذه من درجه ضابط او من درجه قائد، كيعكس على انه الاهميه خصها تعطى البيت الاسره. راه ما يمكنش نخلقوا واحد البطل في غياب عن الاسره. وهنا كان لدي يوم جوج تم رد الاعتبار الاسره، الاعتبار الاسره راك شتي اسر اللي هي متواضعه ما عندهاش الاسره. ونبدا عاوتاني نمشي للمدرسه نستثمروا هادشي في الاسره، نعاودوا نرجعوا ذاك البعد الاخلاقي القيمي للاسره، معنى ان الاسره كتلعب واحد الدور وفي توفير الامكانيات التربويه وكذا وكذا، باش ذاك الابن راك شفت العلاقه، شفت تبارك الله التعامل ديال هادو ابناء خارج الوطن، معنى انهم تشبعوا شويه بالافكار المتنوره كذا كذا. ومع ذلك والتربيه تاع المغاربه تبقى داخل الوطن ولا خارج نفس التربيه، حتى مغربي تلقاوها. اذا باش نختم سي احمد في هذه القضيه ديال الاستثمار، يجب استثمار هذا الانجاز البطولي اولا في الرياضه المدرسيه، اعاده الاعتبار الرياضه المدرسيه بتوفير مختصين واكفاء في تكوين النخب. راه تدريب دري صغير ماشي هو تدريب دري ديال بيبي ديال الكادي او كذا وكذا. ثانيا توفير المستلزمات، توفير المرافق الصحيه والمستودعات الملابس وكذا وكذا وكذا. ثلاثه المواكبه، معنى خلقوا واحد الشراكه بين الانديه وبين المنقبين وبين المدربين ديال دوك التلامذ، باش يكون اي واحد بان لك راه غيمشي بعيد كتعيط على الفرق اللي كاينه في ديك المدينه، ها انتم هذا راه صالح نديروا ليه سيدي واحد نديروا واحد القسم فيه لومبلوا الذي يزاوج ما بين اللي ما يمكنش يخلي التعليم. راك شتي اللغه تبارك الله، هاد البني هاد الوليدات ديالنا راه شرفونا، لونجلي الطليانيه الالمانيه العربيه، هذا هو اللي بغينا حنا، بغينا لاعب مغربي يكون في المستوى. كنرجع باش نختم ان الا بغينا نبقاو غاديين في هذا الاسر، خصنا نهتموا بالاسره والمدرسه. الاسره هي هو الملعب الاول بين مزوجتين. الاسره كنمشيو للمدرسه، خصها تكون علاقه ما بين الاسره والمدرسه. الاسره والمدرسه راهما دو فغي بارتنير، شريكان في خدمه وفي اعطاء منتوج كروي وفي انتاج النخب. سي خليل شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه الفاسبرس الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.